بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جن لينكس. ابو شاهي اليوم بتكلم عن الاند والاور بالشل سكريبتنج. تمام. طبعا الاند والاور بلغات البرمجه اللي هي و او. تمام. لكن في الباش او في الشل سكريبتنج في فكره معينه حاب اوصل لك اياها. اند ما راح نكتب بالشكل هذا، راح نكتب اند بالشكل هذا بالدرس حق اليوم. تمام. هذه يرمز له اند، هذه العلامتين اللي هي اند مع بعض، هذه معناتها اند. اما اور فهي يرمز له بالخطين الوقفات هذولي. تمام. طيب ايش موضوعه او ايش فكرته؟ هذول عباره عن حلقه وصل ما بين كوماند وكوماند، امر وامر. تمام. فاذا حاب تنفذ امرين بوقت واحد او حاب تسوي تحقق او الى اخره، هذول عباره عن حلقات وصل ما بينهم. تمام. او احيانا تكون على شو اسمه علامات شرطية. كيف تكون علامات شرطية؟ يعني التحقق من شيء معين، هل حدث أم لم يحدث. طبعا هذول بناء على، دائما بناء على إيش؟ بناء على اللي هي الستاتس الخارجة من الأمر. فأنت عند تنفيذ أي أمر، بالدرس اللي راح تكلمنا عن هذه، في نهاية التنفيذ راح يعطيك رقم صفر، معناته تم التنفيذ، غير صفر لم يتم تنفيذ، وتكلمنا بتفاصيل عن هذا بالدرس اللي راح. and هذه إذا أنت حطيت and، الكوماند اللي بعد الاند راح يعمل في حال انه الكوماند السابق اعطى صفر. الكوماند السابق اذا اعطى صفر راح يتم تنفيذ الامر التالي. اما الكوماند السابق اذا لم يعطى صفر ما راح ينفذ اي شيء، راح يوقف. هنا عكس، هنا الكوماند السابق اذا لم يعطى صفر راح يكمل، لكن اذا اعطى صفر خلاص ما راح يصير شيء. خلونا ناخذ مثال توزيعة الحالية هذه ديبيان ميب ارتش لينكس. لو جيت وكتبت سودو باكمان اس واي واي، طبعا هذا امر تحديث المستودعات الخاص بباكمان. تمام. ثم حطيت اند بالشكل هذا ايكو دان دان لانه انتهى انتر، انا اعطيها الباسورد حقي، طبعا راح يقول لك نوت فاوند، كوماند نوت فاوند، وقف ما سوى تحديث. ليش؟ لانه غير موجود هذا اصلا. تمام. لكن لو جيت وكتبت هنا ابت جيت ابديت راح يشتغل، وفي النهاية راح يطبع لي دان. لاحظ معي، اوكي دان، كتب لي دان. طيب ناخذ مثال عشان نوضح مرة ثانية. ممكن تكتب هنا مثلا كات. تمام. كات اللي هي استعراض ملف معين etc host name. اوكي هوست نيم، طبعا ملف الهوست نيم فيه هوستين بس ما في شيء جديد. تمام. راح حابين نستعرض ملف الهوست نيم هذا. اوكي. ممكن تحط علامه اور، اوكي، او نحط علامه اند، نكتب ايكو فايل، نحط العلامات هذه بس مجرد توضيح، فايل فاوند. تمام. انتر. لاحظ انه قال لك، طبعا كتب لك ديبيان هذا اسم الكمبيوتر واعطاك فايل فاوند. طيب انا الان لو جيت حطيت اور هنا ايش راح يكون؟ ما راح يطلع اي شيء. ليش؟ لانه انا قلت له في حال انه الامر السابق غير صحيح اطبع فايل فاوند. لاحظ انه اشتغلت بالشكل هذا. لكن الان لو كان الامر السابق غير صحيح، يعني اعطى رقم غير صفر، كتبت هوست نيمز، راح يطبع لي هنا فايل، حنكتب له نوت فاوند. نوت فاوند ليش؟ لانه الملف السابق في حال انه غير موجود اعطينا نوت فاوند. لاحظوا قلت فايل نوت فاوند. طيب كيف اخلي الامر يعني مرن اكثر؟ ممكن اجي اسوي بالشكل هذا فايل فاوند في حال انه موجود. تمام. طبعا اقول اند اند، في حال ان الامر السابق اعطانا صفر اكتب فايل فاوند. اما في حال انه كتبنا اور الان، في حال انه غير موجود ممكن تكتب هنا فايل نوت فاوند. طبعا هذا اللي راح يصير لانه الملف غير موجود، قال لك فايل نوت فاوند. تمام. بينما لو جيت هنا الان وغيرت الاس هذه مساحته الشكل هذا، قال لك فايل فاوند واعطاك الفكره. تمام. مثال اخير عشان نختم به الحلقه اللي هو لنفترض ان عندك توزيعه معينه. تمام. انت مو متاكد من مدير البرامج حقه. تمام. ما تدري هل هي ديبيان او ارتش لينكس. تمام. ممكن تجي وتسوي الشغله هذه سودو ابت جيت ابديت. تمام. او خلنا نبدا بالمثلا ارتش باكمان اس واي واي. تمام. هذا للتحديث الارتش، نكتب اند اند، في حال انه تم تحديث الارت نكتب هنا ايكو ابديتد. تمام. او ايكو ذيس از نوت ارتش لينكس. لاحظ انه طبع لي ذيس از نوت ارتش لينكس لانه هذه التوزيعه من توزيعه ارتش لينكس. ممكن تكتب لك سكريبت سريع على السريع
بالشكل هذا تمام، بحيث اننا نستوعب درس اليوم. نكتب هنا على السريع sudo apt-get update and echo done تمام or echo not debian. طبعا هذا الامر لو نفذته على توزيع غير debian راح يقول لك not debian تمام. اجي الان وانفذ هذا الشل عفوا تمام. لحظه في خطا يقول وينه sudo apt-get update and echo obob. وش الخطا؟ شكلي داخل مجلد خطا انا. ايه اللي داخل مجلد خطا؟ cd shell اوكي. لاحظا راح يشتغل معي تمام. الى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس جاي في امان الله.